أقام التحالف الوطني للعمل التنموي بالإسكندرية المؤتمر الحاشد لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بمكتبة الإسكندرية. بدأ المؤتمر بعرض فيلم تشجيلي عن أهم المشروعات التنموية التي شهدتها الإسكندرية خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي كانت نقطة تحول لنقل الإسكندرية نقلة نوعية. جاء ذلك بحضور محافظ الإسكندرية محمد الشريف ومدير مكتبة الإسكندرية أحمد زايد، وبحضور حاشد من الأحزاب السياسية وقادة العمل المدني ورجال الدين وكافة أطياف المجتمع السكندري. اليوم يقيم التحالف الوطني للعمل الأهلية والتنموي في مدينة الإسكندرية مؤتمرا حاشدا، الغرض منه استعراض إنجازات الدولة المصرية، ما حققته من نجاحات وما حققته من إنجازات حقيقية تعود على المواطن وعلى الدولة المصرية بالرخاء، وهو ما سنستعرضه من خلال صالون الحضور. ده هذا من جانب، وإلى جانب آخر سنستعرض فعاليات وقوة التحالف الوطني، وهو أحد أزرع الدولة المصرية في العمل التنموي سواء داخل مصر أو خارج مصر. ما تم من خلال التحالف في قطاع غزة هو رسالة أن المصريين قادرين على التنظيم وقادرين على أنهم يقدموا نتائج رائعة ومبهرة إذا تم تنظيم الجهود وتنظيم القوة، وأثبت أن المصريين يقفون قلبا وقالبا مع قضية غزة. وأعتقد في هذه الظروف أن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي وانتخابه وإعادة انتخابه ليس أمرا شخصيا أو قرارا شخصيا، ولكن هو قرارا وطنيا في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد والتي يمر بها الشرق الأوسط والتي يمر بها العالم من توتر وحروب وصراعات.